صباح الخير. من 1 آب 1945 وضع الجيش اللبناني تحت السلطة الكاملة للحكومة اللبنانية، ويتم الاحتفال بهذا اليوم سنوياً باعتباره عيد الجيش اللبناني. كل اللبنانيين بيحتفلوا بعيد هالمؤسسة من أقصى شمال لأقصى جنوب، واليوم بالتحديد بظروف عز فيها الأمل وزادت فيها الحاجة للثبات والأمان وتجديد الهمم والعزيمة. عم نشوف المؤسسة العسكرية بالرغم من كل الصعوبات بنفوس اللبنانية تتعزز الاطمئنان والراحة بين المواطنين، خاصة بمسؤوليتها الأولى بالتصدي للاعتداءات العدوانية. وبيكتسب العيد معاني أيضاً من خلال عزم اللبنانية على الرغم من الظروف الصعبة اللي عم بيمروا فيها لإقامة المهرجانات وإحياء النشاطات بالبلدات والقرى، احتفالاً بجيشهم وتحية لجنودهم المنتشرين على مساحة الوطن. وإذا كان الأول من آب هو موعد عيد الجيش رسمياً، فالعيد هو أيضاً كل يوم بينعم فيه المواطن بالأمان تيسيراً للحياة الكريمة الآمنة لإله، تيتمسك بكرة ويستفيد من أرزاقه. بعيد الجيش بيزداد الشعور بالمسؤولية الوطنية وبيزداد تماسك هالمؤسسة العسكرية، وأكيد ما مننسى شهداء الجيش اللي استشهدوا تيكون البلد بألف خير، ومنوجه تحية كتير كبيرة إلهم ولروحهم ولأهلهم. إنه عيدكم 78، إنه عيدكم، عيد لبنان، كل لبنان من أقصاه إلى أقصاه، فأنتم الخيار والاختيار، فأنتم الضوء الوحيد في ليل الفتن والملاذ الأول والأخير، وأنتم النصر الوحيد في زمن الهزائم والانكسار، أنتم الشرف وأنتم التضحية، وذاك يستوجب منا الوفاء. كل عام وأنتم قيادة وضباط ورتباء وأفراد بألف خير. كل عام ومؤسسة الجيش اللبناني السالمة يداها من كل دنس بألف خير. رحم الله شهداءكم وحافظكم لنا وللوطن. فعلك واضح مثل الشمس، همك وطنك، وطنك بس، لبنانك ممنوع اللمس، ما يلعبوا بالنار. صعب وقفت بوج العواصف، ما خفت ولا تراجعت ولا تخاذلت، واجهت قويت وما ضعفت. بالايام الصعب وقفت بوج العواصف، ما خفت ولا تراجعت ولا تخاذلت، واجهت قويت وما ضعفت. يلي عيدك هو عيدي بتبقى الضمان الوحيد، يلي عيدك هو عيدي بتبقى الضمان الوحيد، وحدك يلي كل ما ايدك مسكت ايدي. بالايام الصعبة وقفت بوج العواصف، ما خفت ولا تراجعت ولا تخاذلت، واجهت قويت وما ضعفت. الشهداء اللي ارتفعوا، ارتفعوا بالعالي وما وقعوا، من حي الشهداء اللي ارتفعوا، ارتفعوا بالعالي وما وقعوا، والشرحى على رغم جراحهم ما ركعوا لحظة ما ركعوا. بالايام الصعبة وقفت بوج العواصف، ما خفت ولا تراجعت ولا تخاذلت، واجهت قويت وما ضعفت. بالايام الصعبة وقفت بوج العواصف، ما خفت ولا تراجعت ولا تخاذلت، واجهت قويت وما ضعفت. يعني صباح الخير أنطوانات، وصباح الخير لكل المشاهدين أكيد بهالنهار المميز.
نعرف قد ايه هذا النهار ميز كل اللبنانيه بالنهايه من دون اي انتماء لطائفه لسياسه معينه، هي لكل اللبنانيين بشكل عام. يسعد صباحك جوزيف، وتحيه لكل يلي عم بيشاهدونا ويرافقونا يعني باحلى صباح اليوم. مثل ما حكينا عيد الجيش اللبناني، انا برايي جوزيف اليوم عيد الامل، يعني بوجوده نحن هيك بضل الامل عنا موجود بامن مستقر ان شاء الله. اكيد، ومثل العاده عنا حلقه كثير مميزه، عنا ضيوف غنيه ومواضيع كثير جديده، عنا اكيد مقابل اليوم مع الملازم البحري تانيا ديب تنحكي معها كمان عن عيد الجيش اللبناني وعن واقع الجيش اللبناني. واليوم استثنائيا رح بيكون معنا محمد كنج رئيس قسم التقديرات السطحيه بمصلحه الارصاد الجويه لنحكي اكثر عن التغييرات بالمناخ يلي حاصل على كوكب الارض. صار لازم نجيبهم على الاستوديو نحكي معهم، ما بقى فينا اتصال. وكمان رح نكون بمقابله مع دكتور كامل مهنا رئيس مؤسسه عامل الدوليه اللي عم يفتتحوا هلا مركزين كمان ببيروت، رح نحكي معه بالتفاصيل اكثر. من بعدها رح بتكون ضيفتنا باسكال مسعود لتحكي اكثر عن معرض مجهزينه بذكرى انفجار المرفأ بأربعة آب، هيدا المعرض بعنوان Different Perspective. وكمان سمعنا عن أطول رداء ارتدته الفنانة نجوى كرم، رح نحكي مع الستايلست تبعها والفاشن ديزاينر كيش جين عبر زوم اليوم بمقابلة تنعرف أكثر تفاصيل. على كل جوزيف، هيدا الرداء دخل كتاب، يعني خول نجوى كرم الفنانة لدخول كتاب جينيس، فأكيد رح نعرف أكثر تفاصيل مع جان. ومنختم بفقرة الفاشن ومارينا. يعني بتعرفي مثل العادة عنا هيك مجموعة معينة من المواضيع، ولكن مثل كل نهار ثلاثة بناخد اتصال من اليازا. معنا سمير سنو. بونجور سمير. ألو كيفكم؟ سمير سنو منسق أنشطة اليازا ببيروت، أكيد جاهز معنا. بونجور، جاهز الاتصال. كيفك اليوم، ماشي الحال؟ الحمد لله الحمد لله، ماشي الحال. كيفكم؟ ان شاء الله عم تسوقوا منيح وعم تنتبهوا على الطريق. اكيد اكيد، دائما دائما لازم ننتبه. خبرنا شوي عن الموضوع تبع اليوم اللي بدنا نحكي عنه. اليوم بدنا نحكي عن موضوع يمكن الناس بحسوه بسيط مع انه بيعانوا منه يعني، بس بتصور ما كثير منقدر خطورته، هي الجور اللي بالطرقات. نحن صرنا معودين حافظين الجور وين، حتى اذا بدنا ندل حدا على بيتنا بنقول له انتبه على الكوع في هون جوره، وانتبه بس توصل لهالمحل، وبعد شوي رح نسميهم ونعطيهم ارقام، يعني لانه بيبقوا وقت طويل بالطرقات. هذا الشيء بيوضح لنا انه عم نعيش معه، يعني كيف المؤسسات الرسميه واللي مسؤول عن الجور بالدرجه الاولى بالطرقات هن طرفين، هن البلديات بالطرقات الفرعية الداخلية ووزارة الأشغال بالطرقات الرئيسية. فمنعيش معهم، تتكسر سياراتنا عليهم. تخيل جوزيف وقت اللي سيارة كل يوم بنفس الجورة على مدى سنين، سيارة بتصطدم بهالجورة والدولاب بينزل بهالجورة، وعلى عدد مئات ألوف السيارات على نفس المحل، تخيل قديش عم بيكون في تكلفة مادية أولاً عم ندفعها. ولكن الأهم، نحن كلنا بنعرف إنه الجور مش بس كلفة مادية، مرات لتهرب من جورة أو إذا كنت على أوتوستراد مثلا الجورة ممكن تسبب ضحايا. مزبوط. وهذا الشيء بيعرفوه بدول العالم، وهيدي ظاهرة للأسف ما بتشوفها إلا بلبنان والدول اللي مثلنا، يعني إهمال كامل. وبنرجع وبنكرر مثل ما دائما بنقول سوا، الموضوع ما له علاقة بالانهيار الاقتصادي اللي هلأ عم نعيشه، شغلة قديمة كتير. في ناس عاملين للجوار عيد وتذكار وبيعملوا له عيد ميلاد، حاطين على اليوتيوب بيشوفوها يعني الناس. فالموضوع ما له علاقة بالانهيار الاقتصادي، له علاقة بالانهيار الفكري والانهيار بالضمير المهني ومسؤولية المسؤولين عنا كيف بيفكروا. فلحن نشوف موفي صغير ونرجع منعلق عليه. مش جورة عادية يعني مثل حي الله جورة، هيدي جورة إلها تاريخ، إلها عز، ومكلف الناس كتير. سبق وكتبنا أنا بجريدة النهار سنة 2003، بوقتها قلنا للمسؤولين وعلى مدى أيام إنه الجورة عم تكبر وصارت مأزية وما حدا اهتم. تاني يوم بعد نشر المقال بالجريدة تصلحت الجورة. شوفوا كيف المسؤولين يلي ما بيهتموا بمصلحة الناس بس بيخافوا من البهدلة، هيك بيمشي الحال.
صلحت الجورة بس مش لمدة طويلة، ودائما كانت ترجع مثل ما كانت، كأنه يلي عم بيصلحها كاتب عليها مدة صلاحية قصيرة وخلصت صلاحيتها. وهيدي الجورة في مثلها كتير بالشمال وبالبقاع وبالجنوب، وكيف ما نبرم بطرقات لبنان بتكون جورة صغيرة كلنا شايفينها، إلا المسؤول شايفها عم تكبر وتكبر لحتى تكسر سيارات الناس وما بيفكروا يصلحوها. هيدا غير الحوادث والضحايا اللي ممكن تصير بسبب جورة. المهم انه هلأ ومن كم شهر رجعت جورتنا تصبحنا وتمسينا، وهيدا الرمل ما حطوه المسؤولين، هيدا الرمل مواطن تبرع بالمساعدة، مواطن مجهول، لأنه إذا معروف عليه مسؤولية. ممنوع تصلح جورة بمبادرة شخصية حسب القانون، واللي لازم يصلح غايب عن الوعي، يعني لا هني بيصلحوها ولا بيزيحوا من درب اللي بده يصلح. ونحن ما صار الوقت انه نفهم انه الجورة الاكبر والاخطر مش الجورة اللي على الطريق، هي الجورة يلي موجودة بطريقة تفكيرنا لكيف مننتخب ومنختار مسؤوليننا المفروض انه يحافظوا على مصالحنا. وهول كل الجور اللي عم نمرق فيهم على الطرقات وكافة جور الفساد اللي عم نعيشهم بلبنان مش لح يتصلحوا اذا ما صلحنا الجورة اللي موجودة بروسنا. يعني من جورة لجورة كمان، بس منعرف كمان استاذ سمير يعني قدي خطورة هذا الموضوع، خاصة هلأ عم نشوف كمان كتير درجات نارية، ودرجات النارية غير السيارة، يعني الشخص دغري بيوقع إذا وقع كمان بالجورة. بس شو فينا نعمل؟ يعني شفنا كمان أنه ممنوع الشخص بمبادرة فردية يمكن يسكر الجورة على طريق بيته أو حد بيته، فشو فينا نعمل بهيك حالة؟ هو في يسكرها بيغطي وجهه وبيعمل بيتخفى هيك لحتى ما حدا يعرف، لأنه كأنه ممنوع نصلح كمان. هلأ هو الموضوع عدم التصليح فيه له سبب، أنه ممكن إذا عم نحكي طبعا بدول عم بتتابع وعم تهتم، أنه ممكن تصليح الجورة يؤدي لحادث أكبر إذا كان صلحت غلط، بس ما هو ما عم بيصلحوها، ما أنه على القليل يتركوا الناس يحلوا مشاكلهم. هيدي الجورة الشيء اللي منلاحظه يعني كلنا منشوفه، أنا عم بحكي على أشياء بتصور أنه كل اللي عم يسمعونا هلأ شايفينه وبيعرفوها، أنه الجورة بتتصلح وبيرجع بيصير في جورة محل نفس الجورة اللي تصلح. مزبوط. يعني شو هالسر انه كأنه إلا expiry date، يعني انه بيصلحوا الجورة بس معها 6 أشهر يعني لازم ترجع تنتزع. طيب انه معقول جورة يعني في محلات معروفة كل لبنانية بيعرفوها بهالمحل وبهالمحل وبهالمحل ما بيلحقوا يصلحوها، بتشتت الدنيا بترجع الجورة بتطلع مرة تانية، ومثل ما قلنا بتتسبب بحوادث. الشيء كمان الملفت عبارة غريبة عجيبة اسمها الزفت الانتخابي، بنسمعها هيدي بيقولوها بالإعلام، ما بعرف إذا بيخطر بالكم هيك تحللوا شو يعني الزفت الانتخابي، شو يعني واحد بيعمل مخصص معين وبيسميه، يعني ما بدي استعمل تعبير قاسية بس إنه غريب كتير هالتعبير هيدا، إنه كيف يعني الزفت الانتخابي؟ يعني الواحد بيستفيد من مقدرات ومخصصات الدولة ليجيب شعبية لإله؟ يعني ليش نحن وقت اللي بدنا نحمي الناس بنحميهم على أساس قدي عم بيفيدونا؟ فمنشوف من هون إنه في طرقات بلبنان اتزفتت عدة مرات وما كان بدها زفت، بالوقت اللي كنا عايزين المصاري نعمل جسر مشاة حد جامعة مثلا. بس هيدي الطريقة اللي منزفتها هون بتجيب لنا أصوات أكثر. تعودنا نسمع عبارات فاسدة بتعبر عن الحال اللي نحن موجودين فيها واللي وصلتنا لهون، ونعتبرها شيء طبيعي، والمسؤولين بيقولوها عن جد بوقاحة بيقولوها شو يعني زفت الانتخاب يا خيي. فهي المشكلة المفروض انه نحن يعني المشكلة بتبلش من عنا جوزيف، نحن الناس، نحن يلي منقبل انه المسؤولين يزفتوا طريق ما بدها زفت حد بيتنا وننبسط فيها، ونتركهم يهملوا مصادر أخرى للخطر عم بتقتل ناس بغير ضيعة، لأنه نحن أنانيين وبدنا مصالحنا الشخصية وبنسأل ليش وصلنا لهون. على أمل تكون كمان الرسالة وصلت، يعني منعرف قدي هذا الموضوع مهم لكل الأشخاص، يعني كلنا منسوق وكلنا منروح ومنجي، ومنعرف قدي مدى صعوبة وجود جورة إن كان ماديا ومعنويا، وكمان أكيد بتهدد السلام العامة، ولكن بجهود مثل حضرتكم بيازا وكمان البلديات عم بيقوموا كتير بأشغال حلوة، فإن شاء الله نكون عم نوصل لمطرح أحسن وأحسن ويكون في وعي أكتر على هذا الموضوع. بدي أشكر اتصالك أستاذ سمير سنو منسق أنشطة اليازا ببيروت، إذا الله راد منشوفك جمعة الجاي كمان باتصال جديد ومعلومات جديدة. يعني أنطوانات تعرفي
دائما في عنا الطقس، في عنا حال الطريق، العجقة دائما هولي كل يوم نتابعهم. يعني الملفت سوري جوزيف بالحديث ان الجوار كنا قبل نشوفها بتضيع، عرفت؟ هلا صرنا نشوفها على الاوتوسترادات، هيدا يعني الحال الايه تستمر بتضل وبتضل وبتضل. والزفت الانتخابي يلي عم بيتحدث عنه فجأة بوقتها، يعني ما عاد بدنا موافقة من حدا دغري بتصير. هلا اذا بتقلن على شي طريق او على شي مفرق بيقولوا لك بدنا موافقة، بدنا موازنة للاسف. يعني يعني ان شاء الله نكون عم نتقدم خطوة كمان لقدام بهذا الموضوع، ولكن دائما شغله موجوده معنا بالاستوديو وبكل التيبس اند تريكس، وهي جولي رمال وهوليستيك موفمنت. مرحبا، معكم جولي رمال. اليوم نحن بدنا نركز الحركات كيف عم تعمل bubble butt or glutes that are kind of bigger from here. So it's really easy. السيستم منه صعب ابدا. يعني نحن بدك 3 وزن، واحدة بتكون 5 كيلو، بعدين 3 كيلو و2 كيلو. Alright, let's begin the sports هون على التابي. So we're gonna come down to our knees هون. أول شيء نحن بدنا بلشنا مع heavy weights 5 كيلو. We're gonna put it right behind your knees. And we're gonna be here. تاخد نفس. We're gonna lift the leg لفوق. يعني هون نحن عم شد العضلات أزمتي. بتاخد نفس. Pull your belly muscles in. نحن عندك resistance training. Then we add the movement. كيف عم تعمل movement؟ Pulses هون 10 مرات. تاخد نفس هون. 5, 6, 7, 8, 9. And we're gonna freeze. هلي هون. Second set. زيتي سيستم. We're gonna go 10 times again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Freeze. تاخد نفس again. 5 ثواني هون. يلا third set. زيتي سيستم. نحن عندك 10 pulses. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Freeze and hold it. Excellent. هلا منشيل هيدا الجنب. We're gonna bring this leg شوي الفرونتال لانج هون. And you're just gonna pulse it low. يعني نحن شو عم نعمل هون؟ We are trying to build resistance on our glutes to fire out the glutes so you can create that bubble butt here that we want. So بدعمل بعد 4, 3, 2, 1. Excellent. هلا منروح على تاني وزن 3 كيلو and we do the same thing بس شوي أسرع. تعمل لفوق لتحت هون. يلا 10 مرات. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. الأشرة حاليا هون كمان 5 ثواني. 4, 3, 2, 1. And repeat your second set. Down, up, أشرة. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. الأشرة في stop هون. تاخد نفس. يلا 5 seconds. 3, 2, 1. Third set. Again, down and up. 1, 2. يعني هون بلشت مثل النار هون العضلات glutes. كفي مالي مالي. بعد 3, 2, 1. Excellent. منشيل هيدا وزن على الجنب. Again, bring your left leg. الزيتي اجر هون لقدام. تعمل شوي pulses. Burn up the muscle. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. نرجع هون. هلا مع وزن خفيف 2 كيلو. بتكون شوي أسرع. يعني بدعمل شي 30-40 مرات. Very quick pulses. There's no breaks. يعني ما في break هون. كفي كفي كفي. بعد هون شي 30 بس خلاصت هيدا. دغري منشيل الوزن هون على الجنب. And you come back to your frontal lunges pulses هون. Okay, so بس خلاصت هيدا أكيد مرتاح شو العدلات هون. وبدعمل زيت الشي على تاني من. Are you ready? Let's turn with me here. So we start with heavyweight training. Again, put it behind your knees. جلسة ظهر شد المعدة منيح. هلي بلشت الرياضة لفوق. Hold it 5 ثواني. 4, 3, 2, 1. And pulses أشرة. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And hold it. يلا second set again. Pulses أشرة. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hold it. يلا third set. Pulses أشرة. 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10 and hold it. كتير حلو. دغري منشيل هيدا وزن على الجنب. بنقوم هون على mini lunges and pulses. نركز هون على الجلوت. So pulse 5 4 3 2 1. يلا second exercise. الثاني حركات منجيب الوزن 3 كيلو زيتي سيستم. hold it. شد المعدة منيح. شل العضلات and start to pulse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. hold it. وبدعمل بعد 2 سات يعني هون زيتي حركات press 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 press. hold it. وآخر سات again 10 times 3 4 5 6 7 8 9 10. hold it. منشيل هيدا وزن على الجنب. تعمل mini lunges. واحدة اجل لقدام and pulse it. ركز هون على glutes and go fast 5 6 7 8 9 10. excellent. الآخر تمرين منجيب الوزن خفيف 2 كيلو هون. حط الدغري هون and you go quickly 30 40 مرات هون. أسرع أسرع أسرع. jump 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 your leg أزمة فيه. بس خلصت هيدا أكيد منشيل هيدا وزن. حط إجر يمين لقدام and finish off your lunges here small pulses هون. بس خلصت هون أكيد لازم ارتاح شوي العضلات هون and we are gonna finish with the best exercise اسمه hip thrusts. So خلينا نعمل ظهر هون. منجيب كمان زيتي سيستم heavy weight training. lay down on your back. حط وزن هون على hips. you're gonna lift your hips. هلا شو السيكرت يعني؟ نحن لازم نشد العضلات مش بس تطلع فوق هون. نو no, هيدا غلط. لازم شد المعدة منيح. شد الجلوتس تطلع ما في لفوق. في two things going on. نحن عم تعمل stretching لورك. نحن عم تعمل stretching لمعدة. وكمان عم ركز على الجلوتس. high intensity training هون. So we go down, exhale لفوق. خلينا نعمل بس 10 يوم. So we go 3 4 5 6 7 8 9. الأشرة خلينا هون. bring your next weight 3 كيلو. change your weights هون. بدعمل زيت الشيء بس 20 مرات. يعني في وزن خفيف. it's less weight. okay. So we go down and up 20. press and lift and press and lift. يلا كفي هون رياضة. يلا بعد 10 8 7 6 5 4 3 2. اوكي stay up. bring your other weight. اخر وزن هون 2 كيلو. شيل هيدا على الجنب and we are gonna go for small pulses لفوق. فينا من 20 30 40 مرات يعني. this is where you get the bubble look هون. quickly quick pulses هون هون. So بس خلصت هيدا اكيد مرتاح شوي العضلات. pull your knees in. ضروري في stretching. إذا مش عم تعمل stretching شو بتصير؟ الهامسترينجز بتكون tight. بتكون وجع اللور باك هون. So الأحسن stretch هون like glutes. we just cross one leg over هون. push your knee شوي لورا. تاخد نفس منيح. inhale exhale. بعدين بدعمل زيت الشيء التاني اجر هون. inhale exhale. pushing back and back and back. excellent. خلينا نركز شوي ال inner thighs زيت السيستم بتكون شوي أسرع. So منجيب two extreme weights. 5 كيلو و 2 كيلو بس على الجنب. نحن بدنا ببرم هون على الجنب. we start with your right leg. منحط وزن مش هون لقدام شوي. we hold it هون 10 ثواني. hold it 8 7 6 5 4 3 2 1. منشيل هيدا دغري. حط وزن خفيف and begin pulses 20 30 مرات هون. quickly 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 presses. بعدين second set زيتي سيستم. حط وزن هون خليها هون 10 ثواني 8 7 6 5 4 3 2 1. second set وزن خفيف and pulses. work it work it. كمان زيتي سيستم. so نحن عندك 3 sets يعني بهيدا حركات. اكيد لازم نشتغل بالاجر يمين واجر شمال. وبس خلصت هيدا مفروض نحن عم تعمل stretching. يعني اذا مش عم تعمل stretching المسلز بتكون stiff وتايت وتعبان. ما بدي هيك يعني. so الاحلى stretch نحن بدعمل رجلين فتين. we go to the center stretching على النص هون. بعدين شوي شوي على الاجر الشمال. تعمل stretching على الشمال. بعدين على الاجر يمين. والاحسن stretch the inner thighs و glutes بتكون butterfly. so close your legs together. راس بتكون لتحت and press and press 10 مرات هون. تاخد نفس هون
and relax by stretching, standing up كمان. So هني أقوم هون and focusing on our glutes a little bit and hamstrings and everything. Cross over your right leg هون, تعمل push هون لتحت, تاخد نفس في 10 ثواني. بعدين change your legs, تاني إجر زيتي سيستم. Cross over, push your knee لتحت, inhale, exhale, and then just shake out your body and watch me on Teledibon next time.